جزا الله خيرا شيخنا الفاضل أبا بكر آداب على هذه الورقة الطيبة، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا في ميزان الجميع المتكلم والسامعين. وهذا إن دل إنما يدل على حرصه وعلى شفقته على إخوانه، وإلا فهذه الكلمات التي كتبت لا يكتبها ولا يتكلم بها إلا ما وفقه الله تعالى أولا، نحسب الأمر الثاني إلا من كان يهمه أمر السلفيين ويتألم مما يراه من القذى في الثوب الأبيض وهو ظاهر. وأنا ما دار أتكلم كثير، المسائل الذكرت دي والكلمات مضبوطة، فالناس لو زادت ونقصت قد شنو تمرق من الضبط ده، لكن أنا دار أعلق على ثلاثة من الحلول، وذكر سبع حلول وبعدها بضيف لها زي 11 حل، وكلها إن شاء الله بتدور حول شنو؟ حول نفس الحلول الذكرة، ما تفتكر أنا جبت حاجة جديدة. وأنا تلميذ الرجل ده، يعني أنا تلميذ له وهو ما بعرف الكلام ده، ما هو بيتكلم وبيمشي، لكن إحنا أول ما استغمنا الحمد لله وكانت الأسباب المهم، فكنت بسمع له وهو ما شافني ولا شفته، لكن كنت بسمع لبعض التسجيلات له، ولما جينا هنا برضو استفدنا من الجلسات ومن المناصحات إلى آخره، ومرات بيقول كلام في وقته ما بيعجبنا، لكن الزول بعد يمشي يفكر وبيمشي بيلقى النتيجة، مرات في النهاية بتطلع شنو صح. فجزاه الله خير ونسأل الله يجمعنا بهم في الجنة. والله أنا مرات بالليل بقوم والذي رفع السماء بصنقر في الفراش، بتذكر بعض أخواننا ما دار أسميهم، النوم يطير، أقول الناس زي لسي أنا اللماني بهم شنو، ناس ذات والله أنا أحسبهم لا بتشبهن لا بتجي معاهم، لكن في النهاية ابتلاء، ابتلاء في النهاية، نحن ما دارين نضرب أمثلة كما شنو تكون برا الموضوع مرة واحدة. طيب، فجزاهم الله خير ونسأل الله يجمعنا بهم في الجنة. طيب، المسألة الأولى في الحلول قال: الحرص على تربية النفس بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم السيرة. والقرآن ده يا جماعة نحن بنقول على السلفية، يعني على الكتاب والسنة بفهم السلف، على الكتاب والسنة بفهم السلف. فأول ما نبدأ به التعريف على الكتاب، فيبقى عيب علينا الكتاب اللي بنبدأ به نكون من الهاجرين له تلاوة وحفظا وتدبرا واستشفاء به ودعوة إليه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن الآن بنخش في الشوارع، بنضطر نمرق من بيوتنا نمشي الشوارع، بتلاقينا فتن زي ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، فتن شهوات وفتن شبهات، والإنسان بتجيه خواطر ويلعب به الشيطان إن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى. لكن شفت الراحة في كتاب الله، الراحة في هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا الكتاب العظيم. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. وانت لاحظ الكلام ده، لما واحد من إخواننا يبدأ كلامه مرات تلقى بارد في البداية، إما يقول لك قال تعالى، الكلام طوالي شنو خش لك في قلبك. الله نزل أحسن الحديث، وأحسن على صيغة أفعل، ما في أحسن منه، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره، حتى الكافر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، شنو؟ ما قال حتى يسمع فلان أسلوبه طيب وفلان بليغ وفلان كذا، حتى يسمع كلام الله. ده الكافر، بل الجن. الجن مش عالم عجيب؟ تكون قاعد كان في جن ظهر لك بلخبط لك البيت شت وبترحل، أقول البيت ده مسكون، في ناس جنبنا بعدين البيت كشحت لها مويه ولا شنو، المهم في جن كذا لخبط لهم الشغله رحلوا. قلت لهم جيبوني شهر بس، يا شي ده مش عديل يا انا تلويت بس، لكن اصله ما بتتفق، بس شهر انا بقعد لكم في البيت. يا اخ معقول؟ يا اخ ما تقرا آية الكرسي واقرا سوره البقره والى اخره. يا اخ الجن ده مش عجيب؟ الجن العجيب ده قالوا انا سمعنا قرانا عجبا، يعني لما شيء عجيب يقول لك الشيء ده عجيب، معناه الشيء ده شنو؟ عجيب مره واحده، عجيب تربيع ده اذا صح التعبير. فاعظم كلام كلام الله تعالى، ما في كتاب بتلقى الحرف بعشر حسنات، ما في الا القران، وما في كتاب بتقرا القصص بتاعته غير النصوص. تقرا القصه الليله بكره تقراها بعد بكره بعد بكره طوالي شنو؟ بتمل. لكن اقرا القران ده سوره يوسف قصه، بكره ثاني تقرا كانك اول مره تقرا، ثاني تجي بعد بكره تقرا كانك اول مره شنو تقرا، وتكون حافظه. فلذلك الناس تلازم القران، القران والسنه وما كان عليه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. المساله الثانيه قال الحرص على العلم ومجالسة الأخيار، واستدل بقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، والمفهوم لا تكونوا مع الكاذبين، ودي من أسباب حسن الخاتمة. بالمناسبة انت لما ناس على خير ترافق وتواصل في مرافقتهم وتدعاون على البر والتقوى، دي من أسباب حسن الخاتمة. شكى في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فلما ذهب إليه قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن عالم، عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة وبينه وبين التوبة. ثم نصحه قال إن أرضك أرض سوء، القوم اللي تجالس معهم ذي القوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله شنو معهم، إلى آخر الحديث. في النهاية الحديث ذم الرجل دمات في منتصف الطريق، صح ولا ما صح؟ فذهب فأدركته المنية فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، إلى آخر الحديث المعروف عندكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو في البخاري ومسلم. فالرجل ده في النهاية مات على شنو؟ حسن الخاتمة. بسبب ماذا؟ بسبب صدقه وتوبته وسماعه لموعظة العالم، سماعه للحق، وبسبب ذهابه للصحبة شنو؟ الصالحة. زول ما ماشي لصحبة صالحة وفي النهاية مات. فأنا بستغرب زول يا جماعة دار يكون مستقيم وصاحبه بيجاي بتاع صفة وده بتاع بنات وده بتاع أفلام وده بيجاي كيف وده كيف، يكون في نص ديل ومستقيم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بشنو؟ بالماء. رماه في البحر وقال له ما تبشك المويه، ورماه في النص. دي مشكلة كبيرة جدا. فأنت شنو؟ الصحبة تكون صالحة، زول يكون صالح. أنت قال الصالحين بتاعنا فوق ديلك بتاع الصوفية ديل، أصبر لي شوية، الموضوع ده ما لازم يخش في الموضوع ده ذاته، لكن تصبر لي. فالكلام انا ما داير اطول عليك، لكن انت لازم صحبه تكون صحبه طيبه، صاحب لك زول يذكرك بالله سبحانه وتعالى، والله اذا يصلي عليك قلبك ذاته.
كما قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى، قال: دواء القلب خمسة: تدبر القرآن، وإفضاء البطن أي الصيام، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين، والتضرع عند السحر. بالليل تقوم تسأل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: دواء القلب خمسة: تدبر القرآن، وإفضاء البطن يعني الصيام، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين، والتضرع عند السحر. طيب، المسألة الثالثة الدار علق على اللي هي نمرة أربعة من الحلول، قال: تعلم قواعد السلف المنهجية والعمل بها. وقال الكلام بطول، وكلامه صحيح، الكلام بطول، وهم جزاهم الله خير ما قصروا، نحسبهم الله وحسيبهم، وإن كان الواجب عليهم أكثر وأكثر، كما قال ابن باز رحمه الله تعالى لما أثنى عليه ذلك الرجل وقدموه وخوف الرجل بالله سبحانه وتعالى وانكسر في خطابه نحسبه والله حسيبه لربه وتواضع، وقال: والواجب علينا كثير. ده ابن باز رحمه الله تعالى. فأخواننا ذي جزاهم الله خير بيّنوا، لكن إنسان يتعلم قواعد السلف المنهجية، والآن من الوسائل التي تتعلم بها التسجيلات والكتب، الكتب النافعة، وما بتعتمد على الكتب وحدها، وإنما شنو؟ بعد الله تعالى على التسجيلات والكتب، تجمع بين الأمرين. فمن التسجيلات النافعة الآن تسجيلات الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، تلقى عنده شروحات طيبة جدا، ويبين فيها القواعد السلفية، ويسمي، يقول: من علي حسن إلى شنو؟ أبي الحسن، بيجيب لك كذي طوالي، وبيديك أمثلة طوالي، وأمور واضحة جدا. والشيخ ربيع والشيخ الفوزان حفظهم الله جميعا، ومن مات من العلماء كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، والله عنده تسجيلات عجيبة مرة واحدة. فالناس تسمع التسجيلات بدل تضيع زمنك زايه، والله تضيع زمنك، يخش اليوتيوب مسافة تصل ذاته للحاجة الدائرة تكون لاقتك مية مصيبة، حاجة عاملة كيف وحاجة كيف، والموضوع ده طويل ولا كيف؟ وأخواننا ذيل تراه معاك هنا، ذيلك بيشرحوها لك شرح وافي، وذيل بيطبقوها لك في البلد دي نحسبهم الله وحسيبهم، أمورك بتوضح. أي طيب، فالناس تسمع وتقرأ الكتب، شرح السنة للبربهاري، تعليقات الشيخ الفوزان وغيرها من التعليقات المفيدة، كتب طيبة جدا، وشرح أصول السنة للإمام أحمد، شرح الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وغيرها من الشروحات المفيدة. فالناس تحرص، تحرص على تعلم السلفية خاصة في هذا الوقت. يا جماعة، الزول في حاجات بسيطة تلقى فروقات كالشعرة مرات، شيء يوديك كذا للحق وشيء يوديك شنو للباطل، فرق بسيط. فأنت محتاج شنو تتعلم، محتاج تتعلم. طيب، ديل الثلاثة التي أردت أن أعلق عليها، وإن كان باقي الكلام والله استفدنا منه كثيرا وجزاه الله خيرا. والورقة دي يعني أي إنسان فينا عنده يحرص عليها، وكل فترة والتانية يراجع نفسه والأشياء التي ذكرت، ويجتنب هذه الشرور العشرة التي ذكرها من مظاهر الفتنة. طيب، إضافة إلى ما ذكر، وإن كان هذا قد يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، لأنه الكلام الذكر يعني يشمل لما ذكر، فدي اعتبرها شنو حاشية على الورقة. طيب، الصدق مما نوصي به إخواننا في الحلول، الصدق، الصدق. الناس اللي بيتخبطوا يا جماعة ديل في الغالب عندهم كذب. الزول بيقول أنا سلفي، وهو شنو في الواقع؟ ما سلفي. بيقول أنا مستقيم، هو في الواقع ما مستقيم.
شايف نفسه من دعاة التوحيد، يقول أنا بدعو للتوحيد، هو مقصر في التوحيد. عشان كده الصدق قال ابن عثيمين هو مطابقة الخبر الواقع، مطابقة الخبر الواقع، خليك صادق في كل شيء. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أي زول صادق تلقاه في النهاية عاقبته الخير، عاقبته الخير. واحد تلقى شاب يجي يحضر مجلس زي ده، مو في غفلة وفي غير، وصادق تلقاه جاء دائرة الدين، تلقاه يمرق مستقيم. واحد تلقاه يقرأ القرآن وهو صادق يمرق بالخير العظيم. فإنت خليك صادق، ما تكذب، أصدق مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. وإنت كان خدعت الناس، الله قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. شنو صدقهم يوم القيامة ذا؟ قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. هو الصادق بيسألوه، الكاذب ده يقبل وين؟ والصادق ذاته بيسألوه. موضوع خطير يا جماعة، الناس تصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله لو صادق قلت كلمة فيهم بدأ الله يوصلها دولة أنا ذاتي ما بعرف أنطقة، يوصلها آخر الدنيا هناك. تقال السلف ديل عملوا تسجيلات زي تسجيلاتنا دي، الله ما من علينا أسيب التسجيلات دي. يا أخي الفضيل بن عياض في مجلس بس يجي واحد يسأله يجاوبه، داك يكتبها في كتاب وده ينشرها ودي تطبع وديك وانتشر في الدنيا. شيخ الإسلام تيمية ده ما محارب حرب شديدة جدا، ناس البيكوركو ديل يقول لك: وما من الحكمة وهذه، واحدين بيطاعنوا. قبل شيخ وكر ذكر مسألة قال في العزو، يقول لك: والله يا شيخ فلان ده مزمل مثلا قال في كدي وخرجوا به كدي، واصلا الحديث في المنطقة الفلانية. اخدي ما عادي جزاء الله خير، وزال في مناظرة في وسط هيجة وجوطة وكدي وقال الكلمة، في علماء كبار ولا في نص مناظرة، قاعد بيكتب كدي بيعزو في محل بيكون ما في محل ذاته، زي ما ذكر لك الشيخ جزاء الله خير. وده ما قدح في مناظرة ولا غيره، ناس سود جزاء الله خير بلغوا الدعوة. ما دارين نعيد الكلام. أنا قبل بقرأ في الكتاب وريت ود النار الجزء الرابع من الفتاوى لابن تيمية، وأقرأ الفتاوى دي والله تستفيدوا منها جدا. في ناس فلاسفة جابوني ردوا على ابن تيمية، قروا الكتب قلبوا طوالي طوالي قلبوا، ما بتعرفون مين فلان ما دار أسميهم، ناس علماء كبار بيقوا. وتقرأ المجلد الأول ده كأنه برد على الصوفية، شفت بتاعنا نذيل الآن بيرد عليهم ويقول كذا والحديث وضعفه وسبب ضعفي. ده المجلد الأول في الألوهية. تقرأ المجلد الثاني في الربوبية ده بجيب ابن عربي وكذا، شفت ناس الركيني وديل بيدمرون وقافي وماشي. والله أنا ماشي، أنا أبقى معاك واضح تمشي. معلش يا جماعة، شيخ هو كرده كان كلامه علمي. أنا مرة مشينا لواحد في العربي صنف أخواننا ديل وحالق لحيته، لكن من أخواننا برضو نحسبه بس في لخبة بسيطة في الظاهر. فقال لي: تعرف شهاب ده في الجامعات زول خطير، صنف أخواننا ومزمن له في المناظرات كلام بالمعنى دي، برضو زول خطير. وبكر ده شفته قال لي شغل عالي، دكاترة وهنايو وكذي. وقال لي: أبشوق دي ما بقول عليكم، أمور واضحة برضو، أخونا حبيبنا أبشوق. وأنا ما أعرفه ختاني وين، أنا أصله مسكين ما جايب ليه. المهم جزاء الله خير. فالمهم أنا ما دار أدي كلام بالداري كذي دي، تمشي الموضوع ده ما طويل. فشيخ الإسلام تيمية تقرأ الفتاوى المجلد الثاني ربوبية، يرد على ناس ابن عربي والركين اللي بيدافعوا عليه والجماعة ديل، يرد رد على ابن عربي وفيه رد على الجماعة ديل وما حضرون، لكن الكلام رد علمي ورد قوي جدا على الفلاسفة وعلى غيرهم. تمشي المجلد الثالث كأنه يرد على الحزبيين في كثير من البدع والمخالفات التي وقعوا فيها. المجلد الرابع ده في التفصيل في الاعتقاد، والثاني الثالث في مجمل اعتقاد السلف.
في الرابع بقرأ في بعض الصفحات قال وقال تعالى في السجدة. يا زول البدي جابه منه الموضوع ده ما طويل أواصل سائر. طيب فقال وقال تعالى في السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الآية دي في وين؟ في فصلت. وقال في شنو؟ في السجدة. فهل ده قدح في الرجل؟ عالم من العلماء الجهابذة يضرب به المثل رحمه الله تعالى. ولقيت زي دي برضو لقيتها في تفسير ابن كثير في بعض المواضع، في موضع من المواضع. فده يا جماعة المسألة دي الناس شوف أصله زعلان منك ده في الظلم شنو بيحضر لك. والله وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي شنو المساوية. فالموضوع ده شوف الناس دي في ناس عندهم غل كان ما لقى فيك حجة بس بتمتمة كلام ما مفهوم ذاته. ما أحد ناقشته في جامعة الزنادي ناقشته ردمته الله يتقبل. تعرف إنها قال لي شنو؟ انت قال لي صوتك ده زي صوت مزمل وجبهتك زي جبهة مزمل. يا زول قلت انا جبهة بتاع شنو يا اخي؟ يا اخي انا في جبهة؟ انت ما ترد رد علمي شنو صوتك زي صوته؟ وداك صوت الله طالق وده صوت فيه نخة. المهم وداك جبهة الله. يا ناس مالكم معانا كلام فارغ والله الذي لا اله غيره. فديل انا قاعد اعكر مزاي بيتصلوا بيتي للساعة وقال كذي ولقيناه ما في الصفحة. يا اخي شوف الصفحة اللي بعدها ما الطبعات بتختلف ما تضيع زمننا يا اخي في ولا ما في. طيب فالصدق. طيب الوصية التي بعدها نمرة 9 التفطن والانتباه. يا جماعة الزول يكون فطن يكون منتبه. الناس اللي عندهم خداع أهل البدع وأهل الضلال والحزبيون وغيرهم الزول يكون عنده فطنة ويكون عنده ذكاء. ما تمشي ساي ركز. شكر رب العزة والجلال في كثير من المواضع يقول أفلا تعقلون. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون شنو حديثا. من التفطن عدم حسن الظن بأقوام ظهر منهم السوء. ده من التفطن. ودي زي ما ذكر لك أنا عندي فيها تجارب. ما تبقى زول مسكين ساي مبراهم قاعد يقول لي كذا قاعد يقول لي انت مغفل وقاعدين يقول لي انت طيب ساي اوكي لاخره. ما فضل يقول لي يا طيب ماشي وين ماشي وين انا ماشي كذي ما ماشي في الدرب الله يتقبل. خليك زول متفطن ما يغشوك ساي. الزول الرد عليه السلفيون وردوا عليه بحق ما تعمل فيها باركوة. الموضوع ده لو دار تصلح اي الدرب ده حق كذي في النهاية هنا عليه حق الله بلمون. والله إن طال الزمان أو قصر. لأن الصحابة رب العزة والجلال قال عنهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم شنو أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو إخوانا. الناس لما تلموا في درب واحد منهج واحد منهج واضح أوعك تتخدع. الناس اللي بيقول لك ده يردوا عليه تقوم تعمل فيها مفتح تمش له. انت داير الخير وهو في النهاية رأيه ما عنده رأي وراه بلاوي. وده من الأشياء اللي بتألم تمش له. تعرف يقول لك شنو والله الناس ما فهموا كلامي صح وأنا مظلوم. انت بعد شوية دموعك شنو تسيل بعد شوية تقلب على إخوانك ذاته. اعمل حسابك خليك متفطن خليك عندك ذكاء وادعو الله بالتوفيق. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويقول في دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. شكر قبيل شيخ أبو بكر ذكر آية عجيبة جدا والله الذي لا إله غيره. وهذه الآية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
وما كان الله شنو ليطلعكم على الغيب، في أشياء أشكلت عليك ما تمشي تخش فيها زي طوالي، خليك واصل في دعوة التوحيد، دافع عن الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، واشتغل بدعوتك، ادعو إلى السنة وإلى الاستقامة وإلى المنهج القويم، لا تلتفت إلى هؤلاء. لو الواحد عنده خطأ ظلموه، في النهاية الظلم ده ما واضح، لو ظلموه براه ببين، قول والله يا جماعة ده الحق كذا. انت يا اخي ما افضل من الانبياء، انت زول قالوا لك كلام، الكلام ده لو ما فيك رده. يا اخي نوح عليه السلام قالوا له انا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي شنو ضلاله. هود عليه السلام قالوا انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهه. ما الامر ده ما بين، الزول ده ردوا عليه اي لو ظلموه ذاته، هو ما يبين، ما يقول الحق كذا وأنا المسألة دي التفصيل فيها كذا وأنا الحق عندي كذا، لكن البد وعاملين فيها مساكين موجودة. شوف الزول يكون عنده فطنة وذكاء، والله الذي لا إله غيره. طيب، عشرة، الوضوح في المنهج، منهجك يكون واضح خاصة في الزمن ده. فاصدع بما تؤمر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في النهاية الرجل ده قال شنو؟ يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. بعد قال شنو؟ إني آمنت بربكم، ما داسية فاسمعون، موضوع ده اسمعوه عديل، لم فيه كتلوه، قيل ادخل الجنة خسران. انت هسي شغال مع زول بينت السلفية طردك خسران، وده طرده من الدنيا شت بكتلة وخش الجنة خسران. ما خليك واضح شكل. أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في البخاري وفي غيره، لما سأله هرقل إلى ماذا يدعوكم، فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصلة والصدقة والعفاف، أو كما قال رضي الله عنه في البخاري. فإذا كان الزول كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح دعوته، انت الليل أخوانك منهجك ما واضح في نصهن، انت خليك واضح، خليك على السلفية النقية البيضاء الصافية، ما فيها كلمة إلا وعلى دليل. السلفية دي مش مبنية على الأدلة؟ طيب يا جماعة زول عنده الأدلة وعنده الحق يدسه ولا يبينه؟ يا أخي النساوين حمونا الليل ننوم شغالين يغنوا أعد النجوم وما شنو ما بعرف وحرام القلوب تلب وخلاني أتقلب وين وما بعرف، نساوين شغالين. والله أنا قاعد في بيتنا ذا هناك في الفتحاب أسدى رحل ذات احتمال رحل قريب، يا أخي كل يوم بسمع بتدقة بتدقة، يا أخي دي شنو الحاصل؟ دقة بدقة شنو نازل؟ واضحين والله في شغلتهم دي واضحين، تجينا في الأسبوع نتكتك الموضوع أسدين ما واضحين. أنت موضوعك ده توحيد تتلولو فيه، وحيث إنه وهذه الحقيقة وهذه البلد وثم إن هذه الدولة، يا ذول دولة بتاع شنو؟ خلينا فيهم مبددين، خليك واضح في الدعوة، خليك في الفتحات في غيره، بين دعوتك والله الذي لا إله غيره، خليك واضح. الزول الواضح ده براهم بزحوا منه، لكن الما واضح بيطمعوا فيه بيطمعوا فيه. اي واحد بيجيك بجنبه هسمع والله انت صح مع الناس دي، لكن انت النصيحه واسلوبك طيب وكذا، انت ما برضه تسمع للطرف الثاني، برضه تسمع للطرف الثاني بيملك شبهات وبيملك بلاوي ثقيله جدا. فخليك واضح في دعوتك، واضح تقف تتكلم في التوحيد. الزول الصغير افهم دعوتك، مش تمش مسجد تتكلم في التوحيد، لما تمش الناس ما فاهمه شيء، بس يجيبكم التوحيد سمح وبوصل الجنة تمام من الدين، تقول لهم بوصل الجنة، لكن هو شنو ذاته؟ السنة البدعة، فصل للناس.
فإنسان يكون واضح في منهجه. دي مسألة. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو شنو أو بدله، بدلوا ما لقوا شغل شنو لقوا الكلام ده بيوجع، والكلام واضح. بينات كتاب فصلت آياته، وما على الرسول إلا البلاغ ياته المبين. مش بلاغ كذا التماشي بس يا جماعة وحدوا والناس تبعد من الشرك ومارك طوالع. ما رأيك في نصيحتي شنو؟ نصيحتك دي ناقصة، أقول لك النصيحة، نصيحتك دي بلغ الناس التبليغ الواضح الواضح صح. ما في أي محل إنت قد تضطر ما تجيب أسماء، قد تضطر إنت في محلات كذي، لكن برضو ما بتجيب لهم أسماء ديل برضو اديهم شغل واضح. القبة دي قول لهم يا جماعة الناس ما تطوف القبة، ما تاكل التراب تتبرك به، ما تنادي الشيخ، الناس عقيدتها تبقى بالله صحيحة إلى آخره. طيب شغلة دي أنا ناس أبقوا واضحين، والله الذي لا إله غيره أدي كلامي خذ جوا قلب الزول جوا كذي، خذ قلبه يأثر فيه والله تبين له التوحيد واضح. يا أخي المرة قول لها إن عترتي ما تندهي الشيخ، ما تنهم الشيخ، الشيخ ما تفزع إليه كذي. وضحت ولا ما وضحت؟ ما وضحت هاي تمام. قول لها الصوفية دي كعبة ما تبقوا معاه كذي، بيفهموا بالعربي الديون ما بيفهموا بالروطاني، قول لهم ككباشي شغلة دي ما كويسة. الدين طوالي بأي شيء يا جماعة فهمون، وريونا الحق بأي شاء الله بالإنجليزي، قول لهم دونت شنو كذا، أنا دي ما بعرفها بجاسي فليكو برا وديلك بعرفهم. جبت ارطالتهم لأنه صاحبت ناس كتار منهم وأحبابنا، عشان كذا أنا جبت لك أخواننا جزاهم الله خير ونحبهم. طيب الفائدة التي بعدها والحل: الصبر واليقين، وهذه ذكرها جزاه الله خير. الصبر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخواني، وذكر ذلك ابن تيمية أيضا في الفتاوى رحمهم الله جميعا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يا جماعة في شهوات في البلد دي، شهوات منتشرة في الموبايل في الشوارع في غيرها، تسوق أمجاد في بلاوي، تسوق ركشة في ملاوي بتاعت بلاوي، الدكان مصايب، أي شيء مشاكل ثقيلة جدا. فأنت تصبر تصبر، تجاهد نفسك، الدنيا دي قليلة يا جماعة والله قليلة. طفل بيجي شاب بعد شوية بتكبر تعجز القبر ده، لو ما جاتك حاجة في النص سريع سريع بقيت مارق أجلك تم. فإنت تصبر، أصبر يا أخ، متاع قليل متاع قليل. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فيلم غضيت بصرك ده فتيل ولا أكبر من الفتيل؟ ده أكبر، ده شيء كبير جدا. كونه إنت بيت تدعوك للمعصية وتخاف الله سبحانه وتعالى ولا تقع في المعصية، ده ما كبير؟ ده ما عمل عظيم؟ كونه إنت جاهد نفسك ولا تظلمون فتيلا. قال ابن كثير: آخرة التقي خير من دنياه. مش الدنيا دي مرة شايفة إنت فيها شهوات وبلاوي وخداع. وقبل بقرأ في كلام قريته لابن تيمية، قريته لي والدناير ده عجبه جدا. طبعا والدناير التصوير بعجبك، صوره طوال ما فيها كلام، صوره مكتب صوره وبقى مارك والباقي برضو المهم صوره. كلام جميل جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ابن تيمية رحمه الله تعالى طلع فوائد من ضمنها، قال: لا يستقر محب، لا يستقر قلبه على محبة من أحبه، ويشعر أنه محتاج إلى غيره إلى سواه إلا الله تعالى. شفت أسيت تشوف متزوج واحدي، والله يا جماعة استعجلنا والوقت داك طبعا كنا مستعجلين فدارين وزنة معينة، تمشي تعزل لك واحدة تاني برضو تلقاه تقول يا أخي والله يا أخي دي الحاجة الدائرة أنا لقيتها، لكن المشكلة ما بتاكل كسرة يا أخي، تاني شوف لك واحدة تاني كذي ما بتستقر. والله الذي لا إله غيره عربية والله يا أخي مشاية، لكن دار لي واحدة أوتوماتيك بس أخدتها كذي، تاخدتها كذي دي بتخش لك في حيطة لأنه قزاز ما بوريك الحاصل مع الشغلة. المهم أي شيء بيت تقول والله البيت ده الله يسامح، لكن كان لقيته في اللاماب مشيت اللاماب
طبعا الجماعه ديل مسمينكم عصابه اللاماب بغادي هاي رحلتم اللاماب بتبقى عصابه الشقيلاب بغادي برضو. طيب المهم الموضوع ده ما طويل وفي واحدين في العلاماب هذه تلم ما كيف عصابه مفكوكه دي فالشغله دي طوال تقول دار لي بيت في المهندسين ادوك في المهندسين تقول ما بتستقر والله يبشرك وده كلام ابن تيميه جاب فيه دليل قال انت في الدنيا دي اي محب تحبه بعد تصله قلبك ده محتاج لسواه انت قبل ما تصله كذب تقول الراحه في ده مجرد ما وصلته تقول والله يا اخي برضو دار لي واحد تان الشغله دي كذب قال الا الله تعالى وذكر قوله تعالى الا بذكر الله شنو تطمئن القلوب مما تصل لرضا الله والانس بالله طوالي انت شنو بتطمئن لكن قبل كذي ما بتطمئن ما بترتاح والله الذي لا اله غيره فالناس تصبر ويكون عندك يقين يقين اليقين ضد الشك فانت تصبر فتدفع الشهوات الصبر والدعاء وباليقين تدفع شنو الشبهات انت لو عندك يقين في الدعوة إنه دي دعوة حق أي قائمة على الكتاب والسنة أي وما كان عليه الصحابة أي وده المنهج اللي بيوصل للجنة أي تكون على يقين تاني الشبهات دي شنو ما بتدفعه. ثم ذكر قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 200 لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر دفعوا الشهوات وباليقين دفعوا الشبهات. طيب كذلك من الحلول التوكل والثقة في الله والفرار إلى الله تعالى. يا جماعة الناس تفر إلى الله انت دار تثبت على السلفية ودار تبعد من الفتن دي تفر إلى الله سبحانه وتعالى ودي ذكر الشيخ لكن قال تعالى في القرآن عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإنت تفر إلى الله قم بالليل يا أخي اسأل الله. في ناس كتار بيقول لك اتحيرنا ناس في مشاكل كثيرة وأنا قبل وين تقبل وين آه تفر إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فإنسان يفر إلى الله ويلجأ إلى الله يتضرع لله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة التي بعد عدم المخاطرة والمجاملة في الدين. الناس يا جماعة المنهج ده ما واضح سلفية دي ما تخاطر بهم. في ناس يقول لك والله يا أخي محمد مصطفى ده عارف إنه ضال وحزبي وحاقد وكذا وكذا لكن والله بس الزول بضحكنا يا اخي بضحككم اي يعني عشان بضحكك تعرض دينك للشبه يا اخي لعله يقذف في قلبك شيئا من الزيغ فتهلك. يا اخي ناس كانوا اتعلموا باروا الزول ده ضلوا وافسدوا وما زالوا يفسدون والله الذي لا اله غيره بدوا يتعلموا بعد شويه باروا ويتعصبوا له ضلوا وزاغوا وانحرفوا. صلاح جوده ايوب موسى منو احمد عباس غير من الناس اللي بيمشوا دارين يقعدوا معاه دارين يسمعوا له دارين يتقربوا منه وعليمهم ربهم في النهايه ضلوا كما ضل وانحرفوا كما انحرف والطيور على اشكالها تقع والارواح جنود مجندة والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا يصحب البدعية إلا مثله. قدم المفعول على الفاعل لإفادة الحصر ما قال لا يصحب البدعي إلا مثله دي إلا تكون خطأ في النطق عند بعض من يسردها في بعض التسجيلات لكن هي أصلا لا يصحب البدعية المفعول به إلا مثله تحت الرماد تأجج شنو النيران.
يا اخي انت مش معاه، انت مختلف معاه، باقي لك بتكون مرتاح. بعد شويه 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 والزول له يدعو للتوحيد، حارب الصوفيه وشنو شنو، بعد شويه تقول يا اخي يا اخي ما الزول له يدعو للتوحيد. ما خطا يا جماعه، خطا خطا بسيط بسيط يخالف اجماع المسلمين، يخالف الاجماع، يخرقه ويتعرض ويسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الى الحزبيه. ولا انا ما تابع للحكومه، اخر تسجيل سمعته له ما تابع للحكومه في بتاع الازعار ديك، لكن تابع لانصار السنه. شوف محمد مصطفى عليك الله بقى في درجه من الانحطاط والذل، والله بقى ذنب مسكين مسكين الذله، في نهايه بينبذك وفي نهايه تنبذ ذاته، في النهايه يقول لك ده حلقومه كبير، وانت حلقومك صغير ما تبقي كبير، مالك وكل دربس مالك ثاني في شنو؟ حلقوم ده اخذ تاخذها على الزول، وده عربي مقطع من الجزيره، هذا من الجزيره ثاني في شنو؟ وده ما بعرف والى اخره، ذات الداني كذي لسه نكره عنده ما دار يجيب اسمه. قال حلبي شغال في سوق ام درمان، بعد فتره قال يا حلبي يا مرتزق. طيب مرتزق وشغال على التالي دي بتتلمى كيف؟ يا ناس والله بلاوي ثقيله جدا، ما دار نضيع زمنكم، لكن ما تضيع زمنك تقول لا ماشي للزول له وهنا وكذي، ديل بجنبه واحدين ثانيين ديل يقول لك والله انصار سنه ديل كلهم خليناهم وجمعيه واي شيء، لكن بس العدسي ده الله في الرغايق في الرغايق. اي ما ابوه بدخلك في المجموعه دي بعد شويه في الرغايق، لا محمد الامين بغادي تمرقه تمش محمد الامين ده يجيبوه مع ذاك المداح شغال وقاعد بالشال الاخضر قاعد كلام في الحكام في المنابر وذاته محمد الامين، ثناء علي عبد الحي يوسف، ثناء علي سيد قطب، والله اسعى عليك الله الجماعه دي ثاني عندهم وش يتكلموا ويو ده نائب الرئيس بتاع الجماعه يثني على سيد قطب ويقول كتاب الظلال كتاب قيم جدا في مجاله، ابى الله الا ان يتم كتابه هو الى اخره، وجنى عليه كثير من الناس. كتاب الظلال ظلال ده بجنبه، عبد الحي يوسف ماشيين ده بيقول واحد، وانا والله الان في نظري البسيط شايف محمد الامين ده باقي علينا عبد الحي ده اكثر من انصار السنه التعبانين وراوده، ما فاضي لهم ذاته، شغال بجاي طيبه وبغادي كذي ومساعد خروج ده معلم فيه، ولا زي عبد الحي ذاته مش مجرم ده بجاسفه بهيجون اكثر منه ذاته مرات، كوراك وجوطة وبلاوي، وده نائب الرئيس بتاع الجماعة ده محمد الأمين، مسلسلات عنده لخبطة بلاوي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولسه قاعدين في الجماعة. لكن احنا والله الجماعة دي ده الاسم العتيق، العتيق ما لخبطوه ده لو الاسم العتيق، لو الاسم العتيق ما لخبطوه ديل لك بيغادي ده تابعين ديل محمد الامين، ديل محمد مصطفى، ديلك بغادي اسماعيل عثمان ده بجنبه، ثناء صادق المهدي ده والانصار بجاي يكرم مرشد الطريق السمانيه، بغادي يمشوا للكباشي، والله الذي لا اله غيره. مش بقول لك الردود وما الردود، واحد من اخواننا ناقش كامل عمر البلال في مبده ناقشوا ذاك مشى الخطبه بعدها رد عليه قال مرق لي شاب من الظلمة وناغشني، مرق من الظلمة قول جا من النور، الموضوع شنو؟ انت مشكلتنا معاك ظلمة ونور، الموضوع شنو ناغشك فيه؟ والله ناس جماعة منحرفة، أي زول بيتعاطف مع أنصار السنة ده يا جاهل يا مبتدع صاحب هوى، جاهل يعلم بعد تعلمه ده عرفه زول صاحب هوى، والله الذي لا إله غيره، كما قال البرباري رحمه الله تعالى عرفه فإن عاد فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب هوى. يا أهل الجماعة دي لو عندها غير على الدين والتوحيد، رئيسنا الكبير وليس فيهم كبير، وليس فيهم كبير الهدية يقول بحب البرعي، ولسه في واحدين أنصار سنة ومرقنا لهم ورينا لهم بحب البرعي والله، وحلف بالله قال والله بحب البرعي، وفي أشعاره شعر جيد كمان، في أشعاره شعر جيد ده بيجاي الهدية. الجبراوي ذاك قال بيوتات من خيار الصوفية من ناس مضوم بان
ده بجنبه داك بغادي محمد ابراهيم البلا قالوا القواسم المشتركة بيناتك انت شايفها ممكن قال كثيرة ممكن نلتقي والصوفية قبلونا في وقت احرج من الوقت ده قبلوك الصوفية هاي ترابة فين اخرتك مو خشمك خشمك ده ما فيه بلاوي تاني ترابة فين اخرتك كذي تشمها كذي والله يا اخي معقولة يا جماعة ولسه معاون في ناس باركوها يقول لك والله الناس ديل مش مسجد كشة في رفاعة ده بدفرنا أنا مش بيقول لك الحكمة وكذي بدفرني للباب لما نصل الباب بقبل على بقول له والله الجامع ده ما بخلي لك إلا تكتب فيه منزل كشة بخليه بيت الله دقسته معايا البنا تاني ما بحله لأنه الله قال سواء العاقب فيه والباد ده للحرم خلي بيت مسجد فيه وقلت له انتوا قسمتوا المسجد مسجد ده كان كبير قسمتوه نص سويتوا بتاع كشة يدخل في الدار ومر والنص تاني قلبتوا مدرسة شيلوها عوضنا الله لكن الجامع ده ما بخليه ما واضح حصل المدرسة ما عارف حصل لا شنو تاني برضو تلخبطت وبلاوي تقيل هذا الناس بيقدموا دعوة كلم في التوحيد في الصوفية بأسماءهم يجوط كشة بغادي أستاذ كشكوش بغادي أنا البرعي وكذي والترابي يجوطوا بعد شوية لقيته بجيب في اسمي أنا يا أستاذ أحمد البدوي أنت عندك ماجستير في طعن في الناس ماجستير وإنت بكالوريوس إنت وكتانا ماجستير في الطعن في الناس أي إنت بتجيب اسم البرعي اسم البرعي ما بتجيبه وتجيبنا أنا جندي بقى إنت تجيبني لي أنا يا أستاذ كشكوش والناس المعاون إنت بتجيبني لي إيه دير أنصار سنة شغلة مجوبك يا زول بلاوي تقيلة وفي خنق وفي ضرب وفي بنج في البطن وفي حاجات في الجبهة مشاكل كثيرة جدا والله حزبية واقعين فيها والله الذي لا إله غيره وضيعوا الشباب المساكين الشاب يستقيم شكاهم يقول لك خليك واضح في المنهج واضح في المنهج لا تتكلم في التوحيد هاي دخل المنهج برضو دخل المنهج يسمعوا توحيد يقول لك أيوة معناته الجماعة ديلك يخشوا ديل يرمون في حزبية بيجاد كل شيء كده يدخلوا في السلم شنو كافة توحيد ومنهج كله تشيله سوا والله الذي لا إله غيره ديل أنصار سنة يا أخو بلاوي ما أنزل الله بها من سلطان الزنادي نفسه ناس بتعاطفوا معه كتر والله في النقاش اعترف لي قال لي هاي بتاعت الترابي ده أنا عارفة ما شوف غادي عزوا في الترابي وقالوا شخصية إسلامية لا تتكرر ولا مش هو قالوا كذي شخصية إسلامية يا أخي دي ذاته بصدقه هو كان حي بصدقه إسلامية عديل كذي ولا تتكرر مرة واحدة إن شاء الله ما تتكرر يا أخي زي دي يا ناس ما أقول يا أخي والموضوع ده وبلاوي تقيلة ومشاكل كثيرة طيب فإنسان ما يخاطر ما يجامل بدينه والله الذي لا إله غيره ما تجلس للناس زين ما تقول ده بكينيه وده بضحكنيه وده كذي أخ تعال أنا كله بسوي لك برانا كذي عشان ما تقول معانا كم نفر عشان ما تقول دعيناك تتعلم عندنا أنا مسكين ما عندي تعلم من أخواننا ذي لكن تعال مو دار تضحك بضحكك والله تمسك مصارينك دار تبكي بديك كلام تبكي إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى تاني في شنو دارياته وانا سايب وانسك ما مش غير حرام وانسك تمام بمزاج تشرب جبنة بجنزبيل من غير سكر تنساه ذاته طيب 14 عدم المناظرة من غير علم يا جماعة في ناس في الفيسبوك وفي غير الواتساب من اخواننا بيخشوا في مناظرات ومناغشات من غير علم مرات يدخل اصل في الدين هو ما في لك عند السلف هذه المسألة ونجرى براو عصر في المناظرة عصر جاسب براو مرات يمرق واحده ما في الأصل ما تخش من غير علم وجابرك شنو ذاته وناس الفيسبوك ده الخليون ده في ناس من الجمون قبلون هناك بعرفوا لهم بيخشوا لهم خش معانا هنا دي برا في الحياة حاج يوسف وخشوا المحلات دي شغلة مغبرة كذي واضحة والله الذي لا إله غيره شفتها رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره تبقى أشعث وأخبر كذي فيسبوك في وشعث ده فازلين وضارب فوق انت بتلعب علينا نحن وما شرط إلا أشعث وأخبر لكن في النهاية ما تضيع زمانك من غير علم تناغش ساي ويتصل ها المسألة دي والزول لا ها سريع وجاسفة ساي وتبقى في تمالك خاشي في الشغلة دي من البداية قول الله أعلم قال لك لا أنا بناغشكم في زول كنده زول نمنوه أبو بكر تصل بطوالي خط مفتوح
مالك انت ملاوز مالك؟ تعنك للفيل تضعن في ظله، وده ما فيل لكن انت تضعن في الظل مالك؟ انت ما تمشي ليه عديل؟ والله الذي لا اله غيره. ولك لا ده شرس، انا داير ده بارد عشان برودك ده، شفته ما تخش في شغله، ما تخش فيها، ما تخش في مناظرات سايخ، الله بيسالك. والله الذي لا اله غيره. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انت ما تخش في حاجة زي دي، تعلم نجت شغلتك تمام، هاي تاني خش ناغشهم ما مشكلة، لكن ابتداء ويدخلوا لك شبه، ما تفتكر الناس زي ساي غاشينهم بشبه. والله سكيشة يقول لك ما اتكلم في الناس، تقول له دليلك شنو؟ دليلك شنو انت يا كشا؟ يقول لك والله الدليل، فقولا له قولا لينا، مو جاب دليل لكن ما مو محله. يقول لك وقولوا للناس حسنا، دي الاستدلالات اللي بيجيبها. ومره قال لي انت بتقول رفاعه وفيها ناس، قلت له هذا الرفاعه ولا مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الله قال لي: ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون وين؟ المدينة. والله جاب المدينة ذاتها، تقول لي رفاعة، رفاعة بتاع شنو يا زول؟ خليك واضح معانا يا أخي، الموضوع ده ما طويل. طيب فالناس يا جماعة ما تخش من غير علم، بتدخل مرات حاجات في الدين بيزيدها، الله بيسألك، ومرات يدوك شبهة، يدوك شبهة، يقول لك كذا وكذا ويدوك شبهة. أنا ما أقدر أذكر بعض الشبهة اللي بيجيبوها، وإلا لو ذكرناها بنضطر إنه لازم نجاوب عليها ونبينها ونفصل فيها، وقد يطول المقام. فبيدوك شبهة، بعد شوية تبقى في اللي بيحلك من الشبهة بعد الله تعالى. أسمع والله الناس أنا عارفهم ضالين، لك والله كلام ده قوي في النقطة دي، كده ورونا ليه كيف وروك ليه؟ وأنا زمان ما قلت لك الموضوع ده خطير. ما الله قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. التابت قال لك فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد شنو؟ الذكرى مع القوم الظالمين. تعالى الله يقول لك فلا تقعد، وانت تقعد وتكتب وتناقش، ومره ضحكه ومره بسمه ومره براحه ومره شديد، بعد شويه بجرك، بيعرف نقطه ضعفك بجرك بها. نازل ما مجار ما يتقالوا، في واحدين ما يتقالوا ما قروا المنهج، قروا بيعرفوا بخشوا لك وين كيف، بيعرفوا يخشوا لك كيف، لكن بعد شويه يجروك بيجاي بيغادي بيجاي والى اخره. تمشي تقعد لعبد الرحمن حامد ولك حتى يذهب حره، هسي حره ذهب ولا الواطه بارده الايام دي؟ دار تدفى شويتها حتى يذهب حره. 15 انا بتكلم بالداري طبعا، بتقدر تجيب 17 خطا. عدم الاصغاء لكل احد، ما تسمع لاي زول، اسمع للزول العرف بالسلفيه والتقوى والدين والعلم الى اخره، ما تسمع لاي زول. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب 16 الشكر، الناس يا جماعة تشكر الله سبحانه وتعالى. نحن والله في نعمة، أشكر الله سبحانه وتعالى. خلي الصوفية، خلي الإخوان المسلمين، خلي الشيعة والشيوعيين والسرورية، جماعة التبليغ، جماعات المنحرفة دي كلها والضالة كلها خليها. في الناس اللي بينتسبوا للسلفية، في ناس في مركز عام قايلين روحوا نون على الحق، في ناس إصلاح قايلين روحوا على الحق، في ناس جمعية قايلين روحوا على الحق، في ناس دخلوا جلسة وقسموها برضو جديد بتاعت وابل صيب قايلين روحوا على الحق، في ناس صافية بغادي تاعي مختار بدري وغيرهم قالين روحن على شنو؟ على الحق. انت الحاجات دي كلها الله يمرقك منها في بلدنا دي، ويجيبك سلفي الشغله دي ما دار شكر يا جماعه. والله زول تلقى سايق توك توك، ذاك سايق برادو برادو وقلب برادو، وانت توك توك والله يعينك سلفي، الشمس ضارباك، استغفر الله، وماشي فيش سخان. وعالتالي موحد مستقيم، منهجك نظيف غبارة ما فيه، لماذا دار شكر؟ ناس حافظين البخاري مسلم
سنن ابي داود، ترمذي، ابن ماجه، نسائي، القران، وضالين. نحن ذيل لو قال لنا اذكر 20 حديث، بعضنا يعني ما كلنا، بعضنا قد ما يكون حافظا، لكن على السلفيه الحق ما دار شكر؟ ما دار شكر يا جماعه؟ دار شكر. زول تلقاه كان عاصي وفي فجور حفلات وبلاوي وبنقو وسكر، والله يتوب عليه ووصلوا السلفيه، ديل قاموا ما عليه بنقو ولا معاصي ولا كذي، المعاصي دي ذكرتها لك دي، وبرضو عليه بدعه، والبدعه شر من هذه شنو؟ المعاصي شر منها. ما ذكروا يوم من الدهر، ما لخبطوا اللخبطات البعض الناس يعرفها قبل الاستقامه، لكن لخبطوا في ما هو اعظم من هذا، جابوا البدع وانطوا على المخازي والمهالك. فإذا أشكر الله سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والله لو ما عندك أي شيء بكرة تموت على السلفية الحق، الله يرحمك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقي يدخلك الجنة خسران. يا أخي أتعب في الدنيا دي، أتعب الليلة عيش في بيت جالوس، بكرة المطر جات شيل باختك وخم الموية من جوا، الله يتقبل ما مشكلة. بعد بكرة الناس بيأكلوا في المندي، أنت بتقرض في العيش البايت، ما مشكلة. تدعب قليل تركب المواصلات، ناس عندهم عربات أوباما وبراد وبلخبتة ما يحركوها، يمشوا حلقة دينية. أنت أغبش كذب، المواصلات تجازيفة ذاته بالدين، قال أرسل لي رصيد بعشرة برجعه لك، تمشي لبتاع الرصيد خجلان، اسمع عندي عشرة بس تشتريها، هاي بشتريها بتزعة، وتمشي تركب مواصلات وتجي هناك تمسك الميكروفون مغبر. يا أخونا بشوك ده مرة جابها برول، خش ذاته أنا مرة شغلته بها، خش بها برول واشتغل، الله يتقبل يمكن الله يرحمه بالمجلس ذاك والحلقة ذيك. أنت يا أخي اشكر الله وخليك تعبان في الدنيا دي، شفتها؟ لقد خلقنا الإنسان في شنو؟ في كبد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك المتدى، أحفظك كويس، ما تركن للراحة. الراحة دي جسمك ده إن نعمته بشبابك ده، الدود بياكله، الدود بياكله. أتعبوا في الدنيا دي، شفتها؟ عيونك حمر برضه مساهر تقرا، تعبان شغلك بنتي المغرب برضه تجي قبل العشاء تراجع قرآن، تعبان تنعس في المصحف تمشي تاني توضى، ولا كان بتاع الموبايل من غير وضوء الحق الورقة. المهم موضوع طويل جدا، فاجتهد في طاعة الله، ما ترك للراحة، والله اليوم تموت انت على الحق وعلى السلفية وعلى الطاعة، اليوم تموت. شفت التعب ده كله بزح، كله بزح، ترتاح خلاص. شكاية الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره قال لفاطمة رضي الله عنها: لا كرب على أبيك شنو بعد اليوم، خلاص الليلة ختام الكرب، تاني ما بتعب، لكن دار تركن للراحة. الله اداك شهر إجازة تنوم ليه الساعة 11 ودار تحفظ قرآن، وتاني تمشي تفطر، بعد الفطور تشغل المكيف تقول والله يا أخي ندي نوم برضه، تاني تدي نوم ودار تحفظ. لا ينال العلم براحة الجسد، اجتهد وبلغ الدعوة، خش المساجد، ما الدعوة دي ما تخليها رهينة الأمزجة. في ناس كذا يا جماعة، الزول عليه ديون ما بيشتغل دعوة، يقول لك والله مهموم الأيام دي، والله الدين كتر. أهاك أم ما تحلت الدعوة دي، الناس دي تروح ساي. واحد تاني يقول له يا أخي سوي نصيحة، الله يقول لك الليلة زهجان، لا يدعوة بالزهج والمزاج، خش ساي الزهج ده تف الصوفية دي، الزهج بزي كله كله، والله الذي لا إله غيره. واحد يقول لك أنا برجف برجف، واحد من أخواننا في البلد قال له والله عندي وجع ضرس، سويت نصيحة راح طوالي، جاته خوفة كذي من فوق، خشت من تحت، خشت كذي الضرس طوالي، دي أموره واضحة طوالي، راح مبروح. الله بيفتح عليك يا أخي، اشتغل دعوة. الله يا أخي انظر للأرض وهو ينظر سبحانه وتعالى، ينظر في كل حين، لا تخفى عليه خافية، ينظر إلى الأرض، القى ناس ديلك بيغادي، يا ريس وقف المركب ديلك بجنب،
وديل بيجاي الفنانين التانيين شغالين ما مشكلة، والمشكلة مؤمن وداك وهو إلى آخره، ويلقى السياسيين يتكلموا، السياسيون تكلموا، يجد السياسيين تكلم ده بيجاي والزلط والكبري وهن هذه وبعدها، ويلقى ناس الكورة إذا صح التعبير برضو وفي خط 18 وقون وماشي. إنت يجدك رب العزة والجلال تبلغ دينه، دي ما نعمة كبيرة عليك الله، ما نعمة، ما تلتفت للكلام الكثير والناي، وبعدين اشتغل لله نظيف كذي والله، وعارف إنه الدعوة دي بينشرها الله سبحانه وتعالى. ما تزعل من بعض أخواننا، مرات أخواننا مشغولين ما يسجلوا للزول، يزعل يقول لك قالوا يا أخي أنت ما جيتني، مالك يا أخي ما تجي تسجل لي يا أخي، تكلم زي الله بينشرها. أخلص لله وبلغ دين الله سبحانه وتعالى، واتعب في الدنيا قليلا تؤجر كثيرا. يا أيها المدثر، قبل قريت الآية لكن في آيات بعدها، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، بعد قال له ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالناس يشتغل طيب وتشكر الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أنا خشيت من السلفية للدعوة إلى آخر. طيب 17 قبل الأخيرة، وبرضو ذكر الشيخ أبو بكر التراحم والتآلف بمعناها، التراحم والتآلف. الناس يا جماعة تتراحم، أخوانك ديل يتلطف بهم، فيل بيكون زهجان مرات بتلقى صاري، ما تسيء الظن والله، مرات انت عندك مشكلة جاي زهجان صاري تشوفه انت صاري، الزول داك طوال يقلب يقول لك شوف الزول اللي صر عليك كيف عليك الله، يا اخي ده جابه من البيت صرته دي، يا خاشبه كذي، يا قول لي مالك والحاصل شنو، والدنيا دي عليه زوال، ودي ضحكه ضحكتين ضحك معاك خلاص، ما ضحك معناه شغل ذكات، ما زح منه طوالي، زح منه طوالي، شوف لك موضوع ثاني امشي له، ما احسن بالظن كما اخوك يا زول. قال تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، شوف نهايه الايه دي عليك الله كلمه عجيبه، فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله بيرحمك يا اخي سبحانه وتعالى، يا اخي احسن للزول الله بيحسن لك، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، اخوك ده اصبر عليه ما تشكل معاه في امر دنيا، والله امر دنيا دي ما تشاكلوا فيها ابدا، وامر الدين اصبر عليه، وفي فتن كثيره وفي مشاكل هم الربيع، انت عاونوا على الخير امرقوا من الشر، ما تكون انت ذاتك وبال عليه والله. وبعض اخواننا مبتلى، الناس ما جايبه لهم خبر، والله قد تلقاهم مبتلى بمشاكل، تلقاهم مسحور ساوي له سحر، يجيك ينبزك ولا كذي، ما تستعجل له، شوف اسال منه يا اخي يمكن الزول عنده مشكله، ولاقونا كثار، انا مره والله، وناس مجانين بيجنوا ديرك بجنبه، لكن ديرك ما هناك، لكن في زول قد يكون مسحور، قد يكون مسحور، انت ما عندك معه مشكله، مسحور كان اخوك وماشي معاك تمام ويجي، فجاه الزول لا وقف من اخواننا، تب كتم براه وكذي بقى، بعد شويه بقى بقول كلمات ما ياها، بعد شويه بقى الصلاه غالباه في المسجد، ده زول طبيعي يا جماعه، ده ما طبيعي يا اخي، اصبر عليه، تعال ارغي له، والليله وبكره وبعد بكره والله شفاه والحمد لله، فانت احسن الظن وقدم الخير والله الذي لا اله غيره. طيب اخر نقطه، عدم همز الموحدين والتنقص من قدرهم. زول بيتكلم في حلقة، دخل في الدعوة جديد، عنده أخطاء، ما تثبطه ولا تنطم بجنبه، ده شنو يا أخ، وقف الزول لو بخرب لنا الشغلة وكذي إلى آخره، لا لا، تم كلامه أي قال أخطاء بينة بالتي أحسن، وبكل تلطف، واعمل حسابك، الشريعة دي ما قالت لك ما تقول الحق، قول الحق، لكن اختار أحسن الألفاظ خاصة بين الإخوان، قد انت من غيرتك تقول كلمة تخش في قلب أخيك تاني ما تمرك،
والله الذي لا إله غيره. عشان كده رب العزة والجلال قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان شنو ينزغ بينهم. هاتي نازل بنجو ديل شفتها والحفلات ديل بيتنابزوا عديل أول ما يتلاقوا بيبدوا بينبزوا بعد شوية يشربوا الجبنة سوا. الشيطان ما بخليهم يتشكلوا. تعرف ليه؟ لأنه اجتماعهم فيه بالنسبة له مصلحة. كان سائز علم منه قال له كلمة شديدة. شيطان يقول له يا زول ده ما فردتك يا أخي بيكون قاصدة يا أخي. يقول لا ما زول ما معاك تمام يا أخي راح كذا اشربوها سوا. تشربوها بيكون ارتاح الشيطان. لكن انت اخوك ده لما تتلم معاه بتتعاون على شنو؟ بديك محاضرة بقول لك والله في مقطع عجيب مرة واحد كذا اسمع بتلاقيه انت زهجان بفرق عنك بديك وصايا يقول لك يا أخي أذكر الله أقرأ قرآن إلى آخره. فذا اجتماعك معه خير. شيطان بيحرص إنه شنو يفرق بيناتكم طوالي يجيك يفرق ويخليك تلمز السلفيين وتلمز دعاة التوحيد. وإذا كان رب العزة والجلال تكلم عن أقوام لمزوا أقواما تصدقوا فبين الله تعالى وبال هؤلاء وما يفضي إلي حالهم وفعلهم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما الآية دي الآية الثانية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ناس جابوا كثير قروش كثيرة حاجات كثيرة قالوا انظروا إلى هذا المرائي. واحدين تاني جابوا شيء بسيط عندهم بالصدق وإخلاص قدموه قالوا إن الله لغني عن صدقة هؤلاء. بس عليك الله ديل ما حقارين ديل دارين شنو ديل كثير ما خلوه قليل ما خلوه. فنازل وقاعدين قاعدين تاس تسوي حلقة بعضهم ديل ما مجار ما انت ما تكون منهم تسوي حلقة آيات وحديث ومرتبة وكذا يقول لك شوف الزول لاسي عليك الله في داعي للكلام ده ما يتكلم معانا بالدارجة كذا في داعي اسي يقول له كلام ده يتكلم بالدارجة يقول لك يا اخي الشغلة دي بترتفع يا اخي كان تلطفوها باللغة العربية يا ناس ما لكم معانا. ديل قال لك الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هو سخر بمصدق وإن كان هؤلاء الذين تصدقوا عظماء إذا صح التعبير. إذا سخر بالمتصدق سخر الله منه فكيف بالذي يسخر بمن يأتي بما هو أعظم من الصدقة هو التوحيد. تسخر منه كيف يا أخي؟ ناس شباب خلوا الشهوات دي كلها والأفلام والأغاني والحفلات والسكر والمعاصي والفجور حفظهم الله وحفظوا أنفسهم بحفظ الله من الزنا ومن الخنا من الفجور من البلاوي من الجهل. ما شو يتعلموا جو بلغوا الدين تقيف معاهم ولا تسخر منهم؟ تعين ونمشوا قدام ولا تقيف ضده ونيجوا راجعين وراء؟ عشان كذا يا جماعة الناس أزول ألفاظه دي تلطف فيها أخوك ذات وأخطأ بكل أسلوب طيب أدي نصيحة بأسلوب طيب قول له الله جزاك الله خير وكذي الموضوع ده الصح فيه وكذي والخطأ كذي والواجب علينا نرجع إلى الله والحق حق يتبع. نقبل منك كنت تمشي تهتر به ولا تضعن به جنبه. زمان في كلمة قال واحد من أخواننا أظنه شيخ أبو بكر نفسه هو في بعض اللقاءات قال يا جماعة الزول اللي عنده رأي في زول في خطأ ما يكتر المسافة بينه وبينه وصايد تجيه عديل. لما تكتر الوسائط ده بيفهمها بغير الفهم وداك بيمشي بديها ليه ده وده ليه ده وفي النهاية الخبر بيجيه وبيبقى بينك وبينه شنو شحناء وعداوة. تعال لي عديل قول له سلام عليكم أكباش يا تاني ما تكسر في الكورة وخليك في الكورة ظريف وكذي إن شاء الله أمورك بيوتوضع أو هكذا. ونسأل الله التوفيق بأسماء الحسنى وصفات العلى والكلام الذي ذكر والله استفدنا منه ولعلكم جميعا استفدتم منه جزاكم الله خيرا على حسن السماع. بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد.